الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الفردوس ربي هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم الرجاء، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، ربنا وسيدنا ومولانا، يا غاية رغبتنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. اللهم نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا من لا تغلق أبوابه، يا من بابه مفتوح وعطاؤه ممنوح، يا من فضله يغدو ويروح، يا ربنا جئناك خائبين مخبتين منيبين،
أدخلنا بعفوك واشملنا برحمتك وأقر أعيننا بصلاح أبنائنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك المنطرحون بين يديك الخائفون الذليلون بين يديك. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين وندعوك دعاء الوجلين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واعف عن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع راية التوحيد عالية يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم واهدهم ويسر الهدى لهم بقوتك يا عزيز يا جبار. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أرنا في الصهاينة ما يشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أرنا بهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور على الموتى قبورهم. اللهم نور لهم قبورهم وأوسع لهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب وبنات المسلمين.
اللهم اهد شباب وبنات المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.